السلام عليكم الفرقة الخامسة. طب كل سنة وانتم طيبين. الأول حبيت أعمل لكم الفيديو ده لأن البوستات طبعا بتنزل كتير، وطبعا كمية ناس بتنقل لكم تجربتهم الشخصية، فحبيت أوصل لكم الفكرة جت منين والدنيا هتمشي إزاي، وأقول لكم على المفاجأة اللي أنا قلت لكم عليها إمبارح على الجروب. أولا الناس كلها في الدفعة دي بالذات عارفين قد إيه أنا بعزهم، لأن قصة نزولي البطنة هي اتأخرت 3 سنين، لأن أنا الموضوع بيتعرض عليا من 3 سنين. لكن طبعا حضراتكم عارفين إن أنا شغال دفعات كتير وكده، وغير إن أنا كنت بحضر الزمالة وكمان أصلا الماجستير، أنا حاليا في الرسالة إن شاء الله عقبالكم بإذن الله كلكم. فراغ علمي بقى الواحد بيحب إيه يعني، بحب آخد الدرجات العلمية وكده. المهم طبعا قبل أي حاجة، هو صاحب الفكرة واللي فعلا يعني كبرها في دماغي جدا، هو حد عزيز على قلبكم جدا، هو معتز. معتز طبعا أنتوا عارفين هو أخويا الصغير، وهو شخصيا عارف أنا بحبه قد إيه وبثق في كلامه. الدفعه دي طبعا انتوا عارفين فيها بنت عمتي واختي الصغيره اللي انا مربيها، فطبعا دي حاجات شجعتني كتير، خاصه كمان ان انا يعني يعتبر كنت معاكم من اولى وتانيه، ولحد ما كنت معاكم في تالته لان انا ما كنتش موجود في طنطا، فالموضوع جه من هنا. طيب ايه المشكله بقى بتاعت بطنه؟ اولا نتفق اتفاق، اللي بيقوله لك الاكبر منك طبعا هو تجربته من الشخصيه وحاجه تحترم ولازم حضرتك تاخدها في اعتبارك، بس لازم تبقى فاهم حاجه كويس جدا، مش كل الناس زي بعض ومش كل الظروف زي بعض. اولا فكره ان انا داخل على سنه خمسه، بقول على سنه خمسه سنه صعبه، مع كامل احترامي سنه خمسه مش سنه صعبه خالص بالنسبه لي على الاقل، وان شاء الله ده اللي انا هحاول اعمله مع حضراتكم. لا مش سنه صعبه، ولو صعبه احنا اتعودنا دايما من صغرنا ان كل شيء خلقناه بقدر. اللي هتسمعوها مني بقى السنه دي كتير قوي ان شاء الله، ان احنا نحاول نفكر نخليها سهله ولذيذه ازاي، نحل مشاكلها ازاي. طبعا اولا البطنه والاطفال قريبين من بعض جدا في المنهج في اجزاء كتير جدا، فطبعا الناس اللي هتبتدي بطنه بالذات كمان ان شاء الله هتحس بفايده ده، وحتى اللي هيبتدي اطفال هيحس بفايده ده ان شاء الله باذن الله في الفاينل خالص. لو كان البطنه بالنسبه له لطيفه هيلاقي الاطفال بالنسبه له سهله فوق الخيال. مشكله كمان من احد المشاكل اللي هي دفعتني ان انا بفكر في البطنه من فتره، وهو كان القرار السنه دي ان شاء الله. الناس خلصت سنه خمسه، وممكن تسالوا زمايلكم في سنه سته، كل اللي عمله في الكليه ان هو ذاكر بطنه وامتحانها. لكن هل حضرتك كشخص في سته كليه يعني سنه وهتبقى مسؤول عن المرضى بتعرف تطبق اللي خدته؟ الاجابه طبعا بكل ثقه لا. وطبعا مع كبرنا بقى خلاص دماغنا بتتغير، فخلاص بقى في دماغنا ان احنا بكم البطنه الكبير اللي الناس بتقول لنا عليه، يا نتعلم بطنه كويس ونبقى دكاتره، يا اما ان احنا ناخد سكيمات ونعرف نخش في الامتحان. فكان لازم ده يتكسر، لان يعني ممكن تكونوا شايفين كلام مبالغ، لكن انتوا عارفيني كويس من احنا صغيرين، الموضوع رساله والرساله دي لازم هتكمل ان شاء الله. يعني انا الحمد لله بقى لي اكتر من سنه، يمكن انتوا ما تكونوش متابعين الكلام ده، انا بقيت مركز في طب جدا، لاني شايف ان اصعب حاجه في الدنيا حاليا ان يكون طلب الطب اللي هم اساس المنظومه الطبيه، طبعا مش تقليلا من اي حد تاني، كل واحد له دوره، ولكن انتوا اساس المنظومه الطبيه تبقوا خلصتوا 6 سنين كليه وبعدها سنه امتياز وطالعين بتبتدوا تتعلموا من الصفر، ده شيء طبعا في منتهى الاسف يعني. خاصة انت في البيت بقى لما تبقى اسمك في ستة كلية وفي البكالوريوس ومش عارف تتعامل مع مريض في حاجة انت درستها، شيء في منتهى الصعوبة. وفي نفس الوقت مش معقولة برضو ان انا هقعد اتعلم على حساب دراسة انا محتاج التقدير والكلام. خلينا نتفق اتفاق، والكلام ده ان شاء الله في خضم الكورس كده قدام هخصص وقت كده هتكلم لكم عليه، عشان انا عارف ان انتوا تقريبا نص الناس عندها معلومات غلط. ماذا بعد الكلية؟ هل فعلا حقيقي ان كل حاجة ما بعد الكلية بالتقدير؟ الاجابة نص اه نص لا. يعني يا جماعه التقدير بيفرق، طبعا بيفرق، لكن هل لو ما جبتش تقدير مش هاخد التخصص اللي انا عايزه؟ لا، هينفع تاخده تماما فوق ما تتخيل. خلينا زمايلنا كانوا جايبين 60% وجراحه قلب وصدر وجراحه مخ واعصاب وكل ما تتخيله، ازاي دي هقولها لك وازاي مش صعبه خالص. فانا قصدي خلي فيه هدف وحافز انك عايز تجيب تقدير، لكن لو ما جاش الدنيا ما وقفتش ابدا، عشان في ناس متخيله ان خلاص مش هتاخد التخصص اللي عايزه. لا، حضرتك هتاخده زي ما انت عايز، بس الفكره ازاي. فانا عايز الموضوع مبدئيا ما تحطوش القصه على فكره البطنه طويله لكن مش صعبه، وحتى طويله دي هنعرف نتصرف فيها كويس جدا. فخلينا نتفق ان شاء الله بمشيئه المولى عز وجل ربنا ييسر. انا تارجتي السنه دي وتارجتي حتى السنه الجايه، لان انا ان شاء الله هركز في البطنه جدا، ان يكون في تسجيلات بطنه حتى اللي مش بياخد كورس. طبعا انتوا عارفين الكورس بيبقى روح تانية وقصه تانية ومراجعات وقصص دي، لكن طبعا الناس اللي متعوده على التسجيلات انا هكون في غايه الفخر والسعاده لو رسالتي وصلت لهم، وهم ان شاء الله لما بقوا دكاتره كبار قوي ووصلوا لحاجه كبيره قوي في حياتهم افتكروا ان انا كان ليا دور ولو تافه قوي في البدايه دي، ده شيء هيبقى في منتهى السعاده. ولو اني نفسي حتى ان التسجيلات توصل لمصر كلها، لان طنطا على فكره يا جماعه اكبر سورس في مصر كلها في كميه المعلومات. فالدماغ دايما ان شاء الله هنجمع ما بين ان احنا
مش بس نفهم بشكل ابليكابل، يعني انا هفهم وهعرف اطبق ده ازاي لما اخد معلومه وانا عارف هستفيد بيها ايه او هتعامل مع المريض ازاي. ما هو انا لو عندي دكتور عندي علم ما عنديش كاريزما ولا بيشنت كونسلنج، مش عارف اتعامل مع المريض اللي قدامي ازاي، فالمعلومه دي ملهاش لازمه بمنتهى البساطه. المعلومه دي ملهاش لازمه كده، حضرتك هتخلص كليه وتفاجئ انك رايح في امتياز تجيب كتاب يقول لك اللي عنده كذا اديله كذا ولو ما معاه كذا ما تديلوش كذا، كده بقينا صنايعيه كده، هتبتدي تحس انك قليل قوي. لا، انا هحترم عقلك لاقصى درجه، انا هفهمك وهفهمك ده ان شاء الله نعمل بيه ايه ونروح فيه لفين. وفي الاخر موضوع اللمه، اعتقد انتم مجربيني وعارفين كويس ان انا عمري ما بخش في حاجه غير وانا حاسس كويس قوي وعارف انا هعمل فيها ايه. ربنا ييسر ان شاء الله. كان موضوع امتحان والقصص دي، انتوا ممكن تسالوا الناس الاكبر منكم، طبعا هتلاقي الناس بتقول لهم ذاكر ده من تسجيلات فلان، طبعا دول دكاترتنا كلهم طبعا، الكتاب الفلاني من تسجيلات فلان وفلان وراجع من كتاب فلان وزود فلان والقصص دي كلها. لا، احنا هنقول حاجتين لطاف جدا. اولا على مستوى الكتاب هيكون مع حضراتكم سورس بمشيئه المولى عز وجل، في الاسكيمات بشكل تحفه وفي كل معلومات كتاب القسم، يعني ده وده. طبعا ده كده يبقى احنا حققنا احلى معادله، بدل ما حضرتك هتقعد طول الراوند اسبوع 2 3 4 5 وانت لسه مش عارف اذاكر منين، لا ده خلاص انتهت القصه دي. بالنسبه للشرح بتاعنا ان شاء الله احنا باذن الله عز وجل هنشرح بفهم شديد جدا، في نفس الوقت هنخلص وهنرجع اكتر من مره عشان تبقوا عارفين القصه. والله يا جماعه انا شغال الترم اللي احنا فيه ده 9 دفعات وهقللهم الترم الثاني طبعا عشان ابقى في وقت رهيب بالنسبه لنا مع حضراتكم. الناس اللي عندها راوند اطفال انا عايز اريح الناس لاقصى درجه، انا هبتدي مع اللي بياخدوا بطنه بس، بعد كده اللي في اطفال هيرجع هقوم عايد له اللي فاتوا تاني، فاحنا هنشرح البطنه مرتين او ثلاثه او يمكن اكتر غير المراجعات ربنا ييسر، غير ان انا اصلا خلال كل راوند ان شاء الله بعد ما نخلص اسبوع باسبوعين هتلاقيني دايما في نهايه كل اسبوعين في مراجعه تقوم لما كل اللي فات ومراجعه باسلوبنا بزغرفنا بملخصاتنا اللي انتوا عارفينها انها بتلم الموضوع بسرعه، بس ده معتمد على انك هتكون فاهم جدا، فكده هتقدر تجمع الاثنين. فبعد اذنكم انا هحترم عقلكم لاقصى درجه، وكنا بنتمنى نلاقي حد يعمل معانا كده يا جماعه واحنا طلبه، دي بجد حاجة يعني حاولوا ما تفتوهاش بأقصى درجة. مش لازم أنا، لو في حد هيعمل لكم ده دوروا على أي حد يقدر يعمل لكم ده، إني هقدر إن أنا أفهم وأطبق وفي نفس الوقت أبقى في الدراسة لأقصى درجة. الأكبر منكم كمان لو تسألوهم مع كل السورسات اللي هم مشوا معاها دي وبرده الامتحان كان بالنسبة لهم يعني أصعب إحساس، أخش الامتحان يا ترى السؤال هعرفه ولا لأ؟ طب يا ترى لما عرفته هل الإجابة اللي أنا كاتبها دي زي كتاب القسم ولا زي الكتاب اللي أنا مذاكر منه؟ طبعا شيء في منتهى الصعوبة. لأ، أنا هخلي لكم كل المشاكل دي تنتهي فورا إن شاء الله. زي ان حتى الام سي كيوات بيجيبها لكم من كتب الزماله بالمناسبه، يعني من كتب تقيله جدا. هنعمل ده كله مش عشان الامتحان كمان بس، قد ما عشان اوري حضرتك قد ايه حضرتك انسان عبقري ودفنت ده كله في فكره ان انا لازم اجيب تقدير واذاكر كتير وخلاص. لا، مش بكتر المذاكره، هنعلمك ازاي الموضوع يحصل باقصى درجه. فخلينا نتفق ان شاء الله هيبقى مع حضراتكم سورس، حاجه ان شاء الله مش هتحتاجوا تبصوا في اي حاجه ثانيه، هو سورس موحد، ودي يعني انتوا اكتر الدفعات حظا في الدنيا ان انتوا اول دفعه يحصل معاهم الكلام ده، ان هو سورس كامل خاص بطب طنطا بكل مميزات كل السورسات اللي موجوده. الشرح زي ما قلت لحضراتكم احنا الكورس ان شاء الله هنبتديه من يوم الاثنين غالبا باذن الله وهنزل لكم التفاصيل. بالمناسبه يا جماعه انتوا عارفين دكتور عمر ان انا مش هتعامل معاك ولا كنت قبل كده بتعامل مع حد على اني دكتور كورس، ولا تسجيلاتي بتقف كنت انا اللي برفعها بايدي، وانا بوعدكم ان انا لو كنت انا اللي فاضي هرفعها، ما كنتش فاضي هخلي حد يرفعها. اللي متعود على التسجيلات يسمع التسجيلات، اللي متعود على الكورس طبعا هيشرفني وينورني فوق راسي. عايزين نوصل لان احنا نخلص السنه دي نعمل ضجه بمعنى الكلمه. انا عايز ناس باذن الله هتخلص، اللي بيخلص كتاب بطنه يقدر يتعامل مع المرضى لدرجه، طبعا مش هقول لك انك بروفيشناليست يعني، بس لكن هتوصل لدرجه انت ما كنتش متخيلها. بتوع سنه ست اصلا مش هيبقوا عارفين انت بتعملوا ايه، يعني انا هعرض عليهم اصلا ان شاء الله ربنا ييسر لو فاضيين وهم بيذاكروا جراحه هيبقوا يسمعوا تسجيلات البطنه تاني ان شاء الله. ثانيا بالنسبه لتفاصيل اي حاجه في تفاصيل الكورس انا سايبها لكم يا جماعه، يعني انا اعتقد ان الناس كويس عارفه ان انا اول واحد بفضل الله عز وجل في طنطا كلها كنت بنزل تسجيلاتي وما زلت لغايه النهارده، وبعز كل الناس اللي ماشيه على نفس النهج ده. طبعا مش معناه ان اللي ما بنزلش تسجيلات ده حد وحش، لا طبعا ده شغله وحقه، لكن انا قصدي ان زكاه العلم نشره في رساله ولازم هتوصل، هتوصل الرساله دي مستحيل تقف بفلوس مستحيل. فكره انك حضرتك نفسك تحضر لي والموضوع بالنسبه لك هنشوف اليه ان شاء الله باذن الله هوصل لها. حضرتك ممكن ان شاء الله هسيب لك سورس او السكرتيره تتعامل معاها ومش هتعرفني، يعني مش هتقول لي مين، انا كده كده مش هحاسبها اصلا على اي حاجه، مش هتقول لي مين عشان حضرتك تبقى قاعد بتحضر زيك زي كل الناس، ما فيش اي احراج من اي نوع. اللي عنده مشكله لا ادفع مره اتنين تلاته على اربع مرات زي ما انت عايز، انا ما عنديش مشكله في اي تفاصيل من جوه دي، انا بس عايز ان احنا نحط اتيتيود ان انا هخلي حضراتكم خمسه اللي بيقولوا عليها بعبع دي بالنسبه لك. عايز اقول لكم يعني بفضل الله عز وجل وانا طالب قد حضراتكم اللي انا هعمله معاكم ده انا عملته وانا طالب. انا البطنه والله العظيم خلصتها كذا مره في 10 ايام، والله ما ببالغ. البطنه في الماجستير والله انا مذاكرها في ساعتين بعد الفجر، يعني مش عايز اقول لكم الموضوع
مش صعب ومش عبقريه مني، لا انت اللي هتعملوا كده وانتوا اللي هتبقوا ابطال الحدث، بس لازم تصدقوا انكم هتعملوا ده. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتبقى سنه في منتهى اللذاذه، لكن عايز الناس بمشيئه الله. انا على فكره بعمل اقتراحات على الجروب، انا كده كده يعني مكون رايي في دماغي، لكن بحاول اشوف دماغكم عشان اوصل لاخطر حاجه حضراتكم بتحبوا. طبعا كل الناس لما سالتهم تحبوا نبتدي بايه، طبعا والكبار نفسهم لما سالتهم ايه رايكم نبتدي بايه، فكله اجمع تقريبا شبه اجماع على الكارديو، لان قالوا ان السورسات اللي موجوده في الكارديو يا سورسات بتشرح الكارديو على وقت طويل جدا، هتلاقي حضرتك خلصت الراوند وهتمتحن ولسه التسجيلات ما خلصتش، يا اما تسجيل مسكم وخلاص انا مش فاهم كويس. الكارديو مش اكبر درجات فيهم، لكن لو حضرتك فهمت الكارديو فحضرتك كده وصلت الليفل الوحش زي ما بيقولوا، لان الكارديو ممتع لاقصى درجه، ويمكن تفتكروا ده من ايام الفسيولوجي والفارما شرح الكارديو بقى ممتع. فغالبا في الاغلب احنا ان شاء الله غالبا هنبتدي كارديو باذن الله. وعايز اقول على حاجه بقى، هما دايما بيقولوا ان في كل دكتور بيبقى متميز بزياده في برانش معين، باذن الله باذن الله باذن الله هنكون في كل البرانشات نفس المستوى، مش هتحس بفرق من اي نوع، عشان انتوا نفسكم من خلال البطنه اللي هي الطب كله اللي هو اهم فعلا حاجه تدرسها في حياتك كلها، الجراحه هي بطنه اصلا بالعمليات وبانك تتصرف ازاي. ان شاء الله هتبقى كل واحد بيفكر في تخصص معين هيشوف التخصص في ابهى صور، هتشوف الموضوع بابهى صور. فاتمنى ان شاء الله ان نزول السنه دي هيفرق معاكم جدا. انا متفائل خير جدا جدا جدا، لان انا بحب الدفعه جدا فوق ما تتخيلوا، وفكره ان ناس كتير نزلت كورس بطنه وما كملتش بسبب ان طبعا عارف فكره بقى ان العدد مش كبير، فهكمل ولا مش هكمل، طب هعيد ولا مش هعيد، طب هشرح لكله. انتوا بالنسبه لي اخواتي وانتوا عارفين كده من واحنا صغيرين. حضرتك دلوقتي الناس اللي هتبقى في راوند الاطفال انا هسيبها في راوند الاطفال براحتها جدا، واللي هي عايزاها هعمله، واللي عنده اي مشكله في اي حاجه انا هقف جنبه، ايا كان انت محتاج ايه انا هكون مع حضرتك ان شاء الله، وهيكون التعامل ما بيننا دكاتره، بس لازم تثقوا في عقليتكم شويه وتفهموا العبء اللي الناس حاطاه عليكم ده مش حقيقي، وهننهيه ان شاء الله من اول حصه كمان باذن الله. الناس ان شاء الله حتى اللي بادئ اطفال لو حابب يحضر ان شاء الله يوم الاثنين اول حصه دي يسمع مننا هنعمل ايه وهنمشي ازاي، طبعا ينورنا. اللي مش عايز يحضر وهيستنى يحضر ان شاء الله في وقت بتاع الكورس براحته، لكن مش عايزكم تاخدوا سنه خمسه انها سنه عايزين فيها تقدير وخلاص، او سنه نشوف الاسكيمات ومين اللي ايه هيلف لنا سجارتين، هلف لكم احلى سجاير يعني، انتوا عارفين دكتور عمر كويس، وان شاء الله باذن الله البطنه هتبقى حاجه اعلى مما تتخيل. واعتقد انتوا كدفعه حضرتوا معايا دوره بتهيألي في مركز المؤتمرات، دي اخر دوره انا عملتها في طنطا، ان شاء الله هنشوف العلم في ابهى صوره، بس عايزكم تثقوا في نفسكم ان احنا ان شاء الله هنوصل لاقصى درجه، وتساعدوني اي حاجه حابينها نطور بيها من اللي احنا هنعمله، انا متقبل كل الاقتراحات وهحطها في اطار الدماغ اللي انا هعملها. وطبعا يعني كل الشكر للناس اللي هتساعدني مساعده رهيبه جدا في ان يطلع لكم سورس موحد بالشكل اللي احنا نفسنا فيه ان شاء الله. يا ريت الناس تضيف بعض على الجروب، انا هنزله تحت الفيديو ان شاء الله باذن الله، يا ريت تضيفوا كل اللي مش على الجروب فيه، اللي محتاج اي حاجه حتى لو هو مش معانا في الكورس، طبعا انتوا عارفين ان انا مفيش تعامل من اي نوع ان شاء الله. يا رب تبقى سنه سعيده عليكم وتفضلوا فاكريني طول عمركم، لان ده هيبقى اكبر مكسب انا كسبته في حياتي. اشوفكم على خير يا جماعه.
الله.